وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. De ki, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. أمر أيضا موجود. هذا الشخص كان يشرب الخمر، البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عنده كتاب الصحيح معروف. ماذا فعل حينما جاء على اسم فلان في الرواية؟ خلونا نشوف ما هي هذه الرواية وماذا وضع مكان اسمه. صحيح البخاري المجلد الثاني عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا، ذكر الكلمة هذه، قاتل الله فلانا. فلان هذا الحين منه؟ إيش فيه؟ ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؟ طيب هذا ماذا فعل؟ بدال كلمة فلان من هو؟ نبي نعرف، نروح لشيخ البخاري اللي هو الحميدي، أحد مشايخ البخاري اسمه الحميدي. ماذا ذكر؟ شوف معي الرواية. عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة من هو؟ بدال فلان. أن سمرة، من هذا سمرة؟ أحسنت، سمرة اللي كان في البخاري فلان ايش سوى؟ باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخر رواية. والطامة أيضا ما شاء الله محقق الكتاب، يا جماعة شوفوا شنو قايل، شوفوا هذا التبرير: ولكن أخرجه البخاري من طريق الحميدي فقال إن فلانا، ولم يصرح باسم سمرة، وهو عندي من صنيع البخاري وحسن تصرفه. ما شاء الله، تكتم الحقائق، وهذا يسمى ماذا؟ حسن التصرف. بالله عليكم، هل هذا يسمى عند العقلاء حسن تصرف؟ طيب ليش حاط الرواية؟ إذا أنت خافي اسمه، ليش حاط الرواية؟ إيش راويها؟ ما المعنى من رواية الرواية بهذا الشكل؟ هذا في صحيح البخاري، يعني في أصح الكتب عندهم هكذا يصنعون.